ممكن حاجة بسيطة زي ربط حزام الأمان تحميك من حوادث الطرق. كمان ممكن معلومة بسيطة وتحليل سهل تحمي نفسك من مرض خطير زي الإيدز. الإيدز سبب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري، والشخص المصاب ممكن يعدي غيره بطرق محددة ومعروفة. أول طريقة ممارسة علاقة جنسية مع شخص مصاب فيها تبادل للسوائل الجنسية، اللي هي السائل المنوي عند الرجال والإفرازات المهبلية عند الستات، سواء كانت علاقة بين راجل وست أو بين راجل وراجل، طالما كانت بدون استخدام الواقي الذكري. تاني طريقة هي الدم، وده بتتعرض له لو اتنقل لك دم ملوث في مكان مش مترخص، أو لو شاركت الحقن أو السرنجات أو أدوات تعاطي مخدرات مع حد مصاب. كمان ممكن يتنقل من الأم المصابة لطفلها أثناء الحمل والولادة والرضاعة. لازم تعمل التحليل، لأن هو الوسيلة الوحيدة اللي بتأكد إذا كنت أصبت بالفيروس ولا لأ، وكل ما اكتشفت الفيروس بدري كل ما قدرت تسيطر عليه وتمنع تطور المرض. المصاب بفيروس نقص المناعة عنده مرض مزمن، يعني الفيروس بيفضل في جسمه على طول، لكن زيه زي اللي عنده الضغط والسكر يقدر يتعايش مع المرض وياخد علاج يسيطر عليه ويمنع تطوره. وما تقلقش، العلاج والتحاليل وكل المتابعة الصحية اللي هتحتاجها كلها بالمجان وفي سرية تامة وعلى ايد متخصصين. اغلب المصابين بالفيروس بيبقوا في المراحل الاولى ومش ظاهر عليهم اي اعراض، فمش بيعرفوا انهم مصابين، وده بيخلي الفيروس ينتشر في جسمهم وهم مش حاسين، والمريض بيوصل لمرحلة الإيدز اللي الفيروس بيقضي فيها على جهاز المناعة، والجسم بيفقد الجيش اللي بيحميه من الأمراض. عشان كده مهم إنك تعمل التحليل وتكتشف المرض من بدري علشان تبدأ العلاج وتمنع تطور المرض للمرحلة دي. لو شكك إنك اتعرضت لأي طريقة من طرق انتقال الفيروس اللي قلناها، اعمل التحليل دلوقتي واحمي نفسك. التحليل موجود في مراكز الفحص والمشورة المنتشرة في محافظات كتير. لو عايز تعرف أقرب مكان ليك لعمل التحليل، ممكن تتصل على الأرقام وتستفسر عن أي معلومة، وتطمن محدش هيعرف رقمك أو يسألك عن اسمك أو أي بيانات شخصية عنك.